بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا في كل مكان أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونرحب بكم في رحاب هذا العدد الجديد من برنامجكم الاجتماعي برنامج مفاتيح مباشر، ويستمر معكم إلى غاية 5:30 بحول الله سبحانه وتعالى. نتعرف وإياكم مشاهدينا الأفاضل على موضوع اليوم ونقاشنا في هذه الأمسية وتحت عنوان الألقاب العلمية بين الوجاهة الاجتماعية والإضافة العلمية، حديث عن مكانة أهل العلم في المجتمع. هل تعكس في واقعنا اليوم الألقاب التي يتحصل عليها من تحصل عليها، خصوصا من تحصل عليها بطريقة نزيهة، هل تعكس المستوى العلمي؟ لذلك ما مكانة من تحصل على هذه المكانة العلمية في المجتمع وفي واقع الناس؟ ما هي الإضافة التي يضيفها أصحاب هذه الشهادات وهذه المكانات العلمية في خدمة المجتمع وفي خدمة الصالح العام؟ نتشرف مشاهدين الأفاضل أن تبقوا معنا، أن تتابعونا، أن تشاركونا كذلك النقاش من خلال اتصالاتكم عبر خطوط الهاتف التي ستظهر أرقامها من حين إلى آخر في أسفل الشاشة. تشرف أيما شرف أن نناقش موضوع اليوم مع أستاذنا بروفيسور عبد المجيد قدي، مختص في الاقتصاد. مرحبا أستاذنا. مرحبا بكم، شكرا لكم. الله يبارك فيك. طبعا نتحدث عن مكانة قد لا تكون من حظ الكثير من الناس في أن يكون الإنسان أو أن يوصف بأنه من أهل العلم، ودأب ذلك في الصالحين أن ربما تواضعا منهم أن دائما يصفوا أنفسهم بأنهم لا زالوا طلاب علم في ذلك، مع أنهم بلغوا المكانة العليا. كثيرة هي الألقاب العلمية على مر التاريخ الإسلامي، كذلك نسمع بلقب حجة الإسلام، بشيخ الإسلام، وكلها واردة في تاريخنا الإسلامي، مع أن ذلك ربما إضافة لأصحابها، ولكن هو إضافة كذلك للعلم، وهو شأن العلم كذلك في أن يضفي على صاحبه تلك المكانة دون شعور منه أو دون قصد منه. أستاذ، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد رضي الله تعالى عن صحابته وآله وأزواجه والتابعين ومن استنى بسنته واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلب العلم هو شرف لصاحبه وفريضة من الفرائض التي يسعى الإنسان إلى القيام بها. والحقيقة أن فرض العلم أو طلب العلم عفوا هو فرض كفائي على جميع، على المجتمع. ومن ثم إذا قصر المجتمع في طلب العلم فإنه يصبح طلب العلم فريضة على جميع الناس. لماذا؟ لأنه لا يقوم شأن الناس إلا بطلب العلم. فالحياة بمختلف جوانبها من صحة وسياسة وثقافة واجتماع وفقه وما إلى ذلك لا تقوم إلا على العلم. والله سبحانه وتعالى إذ ندب الناس إلى طلب العلم اعتبر بأن الوصول إلى العلم إلى نهاية العلم أمر مسهل، لأن الله سبحانه وتعالى كان يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولكن في ذات الوقت أن الله سبحانه وتعالى جعل الناس في العلم مراتب، فالله سبحانه وتعالى يقول والذين أوتوا العلم درجات. وربما أن هذا التفاوت في تحصيل العلم قد يرفع بالناس إلى التنافس وإلى التسابق، وأيضا إلى اقتناع الإنسان بأنه مهما حاز من علم فإن هناك من يحوز العلم أكثر منه. والله سبحانه وتعالى قد ضرب لنا مثلا في القرآن الكريم قصة الخضر مع قصة سيدنا موسى مع الخضر، بالرغم من أن ذاك كان رسولا، لكن الخضر وصفه الله سبحانه وتعالى بأن آتاه الله من لدنه علما، إذن كان صاحب علم. ومن ثم فإن نبي الله اتبعه على أن يعلمه مما علم رشدا،
ولو كان أحد مستغن عن التعلم لاستغنى أنبياء الله الذين يوحى إليهم. ولكن في النهاية إنما هم مدركون بأن ثمة من العلوم ما يؤخذ ويتعلم، وربما حتى في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن نقف عند موقفين. الموقف الأول وهو في غزوة بدر، لما أشار عليه بعض الناس بأن يغمر الآبار، ومن ثم وذاك تحرج من الرسول صلى الله عليه وسلم، هل أن هذا المكان الذي نزله رسول هو وحي من الله أم أنه الحرب ورأيه المكيدة؟ فلما كان الحرب ورأيه المكيدة فذاك بسط ما لديه من علم وأشار برأي السديد على الرسول صلى الله عليه وسلم، ورسول صلى الله عليه وسلم اتبع الرأي باعتبار أنه رأي حكيم ورأي عالم في مجال الحرب. الأمر أيضا نجده في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه لما أشار برأيه بأنهم لو تركوا النخلة لنضجت أو لأنضجت فلم تؤتي الثمار ذاك العام، فهو كناية، الموقف كناية عن أن لكل علم أصحابه ولكل اختصاص أهله، لكل اختصاص نعم أهله. وأيضا في حتى في المواقف الحرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل فداء الأسرى من أهل في غزوة بدر هو تعليم أبناء المسلمين. إذن أن العلم إنما يطلب ويسعى لإدراكه. أنا قلت أن الناس يتفاوتون في منازلهم وفي طلب العلم، لكن في كل الحالات أن هذا التفاوت لابد أنه يكرس. لماذا؟ لأن تكريس هذا التفاوت هو حماية للعلم وحماية لأصحاب العلم. فحماية العلم أن وجود مثل هذه الألقاب هي في النهاية حتى لا يخوض الناس فيما لا يحسنون. ولهذا أشار الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن أشارة الساعة ويتكلم عن قبض العلم، فقال بأن العلم لا يقبض انتزاعا من صدور الرجال ولكنه بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس مشايخ جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن ثم فإن يعني وضع الألقاب هو عبارة عن تمييز للناس وشهادة لهم من قبل الراسخين في العلم بأنهم أهل لتناول القضايا العلمية. وكأنه بكلام آخر وبعبارة أخرى هي نوع من الإجازة في اختصاص معين بعلم معين من طرف شيخ معين، من طرف شيخ أو من طرف شيوخ مشهود لهم. الإمام مالك كان يقول بأنه ما جلس للتدريس إلا وقد شهد له 70 من أهل المدينة. وبالتالي إذن أن يعني طلب العلم، عفوا، لقب العلم ليس صفة يضفيها الإنسان على نفسه، وإنما صفة تناط به من قبل مؤهلين أو من قبل جهات المؤهلة. قديما كان الشيوخ هم الذين يجيزون ويزكون. اليوم أصبحت المؤسسات وهي مؤهلة لها التأهيل الكافي لإعطاء هذه الألقاب العلمية، وتشير إلى هذا التدرج المعرفي الموجود في المجتمع. إذن هذا يعني من جهة هو في النهاية إنما هو حماية للعلم. لماذا؟ لأنه لو خاض جميع الناس في العلم لأحدثوا فيه العجب العجاب، ولربما لأحدثوا الكوارث. ومن ثم فإنه لا يتقدم لمعالجة قضايا الأمة والبت فيها إلا أولئك المؤهلون الذين يشهد لهم بذلك. إذن وبالتالي إذن اللقب العلمي إنما هو حماية لحماية لماذا؟ حماية للعلم. في جانب آخر أيضا أن هذا اللقب العلمي إنما هو حماية للعلماء. هنعرف بأن العلماء في أي مجتمع من المجتمعات إنما هم نادرون، وهذه الندرة تقتضي منا أن نحترمهم. الحقيقة أن عدم وجود شيء يميز العالم عن غيره لربما جعل الناس يتجرؤون عليه ويتطاولون عليه ويتطاولون في حضرته على القضايا التي لا يحسنونها. وقديما يعني العلماء في فترة من الفترات إنما يعني بعض الأمراء سنوا ما يسمى اللباس العلمي الذي يميز أصحاب المهن وأصحاب الوظائف عن بعضهم البعض.
فاستهان أحدهم كان قاضيا استهان بلباس القضاة فلم يلبسه فخرج إلى السوق فسمع ما لم يسمع في حياته. فساعتها تيقن بأن اللباس إنما هو حماية له وحفظ لكرامته وحفظ أيضا يعني لمنصب القضاء. فكذلك الحال بالنسبة للقب العلمي. أيضا أن هذا اللقب العلمي في الحقيقة إنما هو إلقاء مسؤولية على الشخص. لماذا؟ لأن الشخص إذا لم يوصف إذا لم يميز داخل المجتمع فلا يشعر بالمسؤولية، ولكن وجود هذا اللقب العلمي إنما يجعل الإنسان متميزا. لكن هذا التميز ليس لكي يطغى على الناس، ليس لكي يتجبر، ليس لكي يعتبر نفسه بأنه أفضل من خلق الله، وإنما لكي يشعر بأن له مسؤولية تفوق المسؤوليات الملقاة على غيره من الناس. والحقيقة أن هذا الشعور بالمسؤولية هو الذي دفع سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لما أشار عليهم فقال قال اجعلني على خزائن الأرض، شعر بهذه المسؤولية انطلاقا من ماذا؟ إني حافظ عليم. كون أنه عالم بأمور الخزانة، بأمور الحساب، بأمور الموازنة، بأمور الاقتصاد، بأمور تدبير الشأن العام، أشار عليهم بأنهم يجعله على خزائن الأرض. هو انطلاقا من المسؤولية، ليس حبا في الإمارة، ليس حبا في يعني تولي المنصب، وإنما أشار بأن المجتمع مقدم على كارثة من الكوارث، على أزمة اقتصادية، فأراد أن يسير هذه الأزمة الاقتصادية بما أتي من علم وبما أتي من أمانة. قال خدمة لذلك المجتمع إني حافظ عليه. إذن المسألة إذن أن هذه الألقاب العلمية إنما تجعل صاحبها مسؤولا. هذا يقودنا أستاذنا إلى إشكالية عميقة في ما نعيشه اليوم وفي واقعنا كجزائريين، وقد تتميز الناس من خلال هذه الألقاب، وفيهم من يعكس ذلك اللقب من مسؤولية تتحدث عنها أستاذ، ومن ما ربما يستفاد منه في المجتمع من خلال إنتاجه العلمي والثقافي إلى غير ذلك من الأمور. في جانب آخر ربما هو إشكالية ربما أن لا يعكس ذلك اللقب ما يحويه ذلك الإنسان أو ما حازه من علم، وطبعا الأسباب في ذلك تبدو لي كثيرة في أن يتمتع الإنسان بلقب وليس له ربما من مؤهلات حقيقية تعكس ذلك اللقب. هذا إذا وقع الأمر في الواقع هذا مؤشر على خلل على خلل في المنظومة التكوينية، يعني سواء المنظومة التكوينية التقليدية أو المنظومة التكوينية الرسمية. لماذا؟ لأنه إذا كان يعطى الألقاب لمن لا يستحقونها كما قيل كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، وبالتالي إذن أن الألقاب تعطى لمن لا يستحقها فهذا فعلا فيه خلل كبير في المنظومة التكوينية، وأيضا تضيع للأمانة. لماذا؟ لأن الذي يعطي لقبا لغير مستحقه في الواقع إنما كذب على الشخص، جعله يعتقد بأنه أهل لمنصب وليس بأهل للمنصب. وأيضا أن الأمر قد يرتبط بعدم أو بضعف المعايير، أو أيضا أن المعايير لا تحترم. لماذا؟ لأن الحصول على الألقاب العلمية إنما هو في الواقع إنما هو نتيجة ومحصلة لتطبيق مجموعة من المعايير التي تستخدم في منح الألقاب. هذه المعايير منها ما قد يكون اختبارا امتحانا، منها ما قد يكون ممارسة تحت أنظاري وأبصاري يعني المتمرسين في الميدان، منها ما قد يكون مناظرة من المناظرات وما إلى ذلك. ومن ثم فإن الأمر مرتبط بوضع المعايير. في ثم جانب آخر أيضا وهي مسألة الأخلاق. والحقيقة أن الأخلاق إذا خرجت من أي حقل من الحقول ومن أي شأن من الشؤون فقل على الدنيا السلام. لماذا؟ لأن العلم في الواقع ليست له أهمية وليست له قيمة إذا لم يتوج بالأخلاق. وننظر إلى حال الطبيب وهو يمارس مهنة الطب، وننظر إلى حال المحامي وهو يمارس مهنة المحاماة، أو القاضي وهو يمارس مهنة القضاء. الحقيقة أن الأمر إذا لم يكن يعني متوجا في أو يعني مضبوطا في ممارسته بالأخلاق فإن الأمور قد تنحرف وقد تسير. أيضا الحقيقة أن مسألة الألقاب العلمية هي يجب أن تنسجم مع ما هو شائع على المستوى العالمي. لماذا؟ لأن اللقب العلمي أيا كان هذا اللقب
إنما يعكس مضمونا علميا، ويعكس مضمونا اجتماعيا، ويعكس مضمونا نفسيا، ويعكس مضمونا أيضا يعني معرفيا. الحقيقة أن هذه المضامين وأيضا مضمونا من المسؤولية وقدرا معينا من المسؤولية، هذه المضامين لابد أن تكون يعني منسجمة مع المضامين التي تحملها الألقاب العلمية المماثلة في مناطق الدنيا كاملة. ومن ثم فإن الفرد إذا خرج من مجتمعه إلى مجتمع آخر استطاع أن ينافح عن لقبه العلمي وأن يدافع عنه، وأيضا أنه يعني قد يسمو بمجتمعه وبأمته بما لها من فضل في التكوين وبما لها من إمكانيات في التكوين. وهذا هو دأب يعني العلماء في السلف الصالح، وأيضا العلماء في المجتمعات حتى المعاصرة والحالية ما نسميه الآن بالمعادلات، معادلات شهادة ومعادلات الألقاب العلمية في نظام تعليمي معين، في نظام تعليمي معين أو في منطقة معينة، وبالتالي لما ينتقلوا إلى مكان آخر في الواقع أن هذه الشهادة لابد أن تعكس نفس المضامين المعرفية، نفس القدرات التحليلية، نفس القدرات ونفس المهارات ونفس المسؤولية وما إلى ذلك. وبالتالي إذن هذه يعني المسألة ليس فقط مجرد إضفاء يعني لقب علمي على صاحبه، وإنما يعني أن يكون حامل لقب العلمي قادرا على الدفاع عن لقبه في أي مكان من الأماكن. إذا لم يكن الشخص قادرا على الدفاع عن لقبه في أي مكان من الأماكن فثمة خلل في منح هذه الألقاب، سواء من حيث المعايير المعتمدة، سواء من حيث القائمين على منح هذه الألقاب، سواء من حيث يعني الأخلاق المرعية في منح هذه الألقاب. إذن ثمة يعني خلل لا بد من معالجته ولا بد من الوقوف عنده. طبعا اللقب العلمي بالنظام التعليمي الجزائري، التعليم العالي أقصد، فيه كان سابقا فيه الماجستير والدكتوراه إلى غير ذلك من الألقاب، الآن صار ربما مباشرة الدكتوراه، اختفى ذلك اللقب الذي كان صاحبه يتمتع بالماجستير. ربما هذا في ذلك التغيير إن صح التعبير في النظام التعليمي، كنا في الكلاسيكي كما يقال، الآن أصبحنا في نظام الألم دي. طبعا الكثير من الناس ربما يعزو أن الألقاب العلمية الآن صارت لا تعكس المستوى الذي كانت عليه، ويعقد مقارنة بين لقب اليوم ولقب الأمس في ذلك التغيير في النظام. ألا هو علاقة من وجهة نظركم بروفيسور في أن لا يكون هذه الألقاب عاكسة للمضمون الحقيقي لذلك اللقب؟ هو في الواقع جزء كبير من هذا الحديث قد لا ينطلق من اعتبار. اسمح لي بروفيسور، نتوقف مع أذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الجزائر العاصمة وما قاربها من وتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. Allah
حي على الفلاح. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نتشرف مشاهدين الأفاضل واترب لنا أن نلقاكم ثانية في برنامج مفاتيح، نواصل معكم ومع الأستاذ البروفيسور عبد المجيد قدي نقاشنا حول الألقاب العلمية بين الوجهات الاجتماعية والإضافة العلمية. توقفنا أستاذ عن الأنظمة التعليمية، وأقصد التعليم العالي، وما كان سابقا في الجزائر ما يطلق عليه النظام الكلاسيكي والآن نظام الألمدي، والتغير ربما في المحتويات التي قد بين قوسين أو يراها الناس أنها لا تعكس فعلا ذلك اللقب الذي يمنح. هو في الواقع اليوم أن الكثير من المقارنات التي تتم لا تنطلق من أرضية موضوعية بقدر ما تعبر في جزء كبير منها عما يعرف بصراع الأجيال. وادعاء كل جيل بأنه أفضل من الجيل الذي يأتي بعدها، والأمر في الواقع ليس كذلك. لماذا؟ لأن أي نظام تعليمي، يعني في الواقع لما ننتقل من منظومة تعليمية أو من منظومة شهادات إلى منظومة شهادات، في الواقع أن كل شهادة إنما تتحدد بحجم المهارات الواجب اكتسابها للحصول على الشهادة، وليس بالضرورة أن المهارات المحددة أو ملمح حامل الشهادة معينة هو ملمح حامل الشهادة الأخرى. هذا مسألة لا بد أن تدرك. يعني الحقيقة أن الحصول على الشهادة لا يعبر عنه بالفترة الزمنية التي نقضيها للحصول على الشهادة. ببساطة أن أدوات الديداكتيك والأدوات التعليمية والمقاربات البيداغوجية إنما تتغير، وأيضا أن وتيرة إنتاج المعرفة إنما هي في الواقع إنما هي أيضا تتسارع. في ثم جانب آخر الآن، هل المهم هو تحصيل المعارف أم المهم هو تمكين الإنسان من اكتساب المعارف؟ وهذه مقاربة، يعني مقاربة أساسية في هذا الجانب. كثير من الناس يظن بأن الآن بأن اللقب العلمي إنما يعبر عن معلومات متراكمة، قد يكون هذا الأمر في جزء منه، ولكن أيضا الجزء الآخر هو كيف يتعامل مع المعرفة وكيف يتعامل مع المواقف. هذه مسألة جوهرية أساسية. في ثمة جانب آخر أيضا، يعني نحن لما ننظر إليه، وهو الحقيقة اليوم أن الكثير من الفترات الزمنية التي يعني ربطنا بها بعض الشهادات ليست هي من مضمون الشهادة بقدر ما هي تعبير عن واقع، يعني واقع. على سبيل المثال، يعني أنا أعطيك على سبيل المثال شهادة الماجستير في النظام القديم. يعني من الناحية الرسمية، من الناحية القانونية، أن الحصول على الماجستير يتم في عامين. في عامين بما فيهم يعني عامين، يعني عام نظري دراسة نظرية ثم تحضير ومذكرة. وأيضا تلك الشهادة أيضا تسمى، يعني تسمى مذكرة، يعني في النصوص القانونية. لكن يعني واقع الناس جعل من الحصول على الشهادة أنها تأخذ 10 سنين، بل أحيانا أن فيه ثمة مشكلة أعظم. يعني لو نتصور اليوم حتى على مستوى الدكتوراه، في ظل اليوم يعني تسارع إنتاج المعرفة ويعني وانفجار المعرفة، لو نتصور بأننا الواحد منا اليوم أنه سجل إشكالية لموضوع من الموضوعات في سنة معينة،
على يعني ما الجديد الذي سوف يضيفه للمعرفة إذا ناقش موضوعه بعد 10 سنوات؟ يعني أن الإشكالية في حد ذاتها أنها تجاوزها الزمن ولم تعد قائمة أصلاً. صح. وهذا يعني هو بالرغم أنا في الواقع أنا من 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 النظام القديم، لكن لابد أن نقول يعني الواحد يكون يعني منصف. المسألة لا ترتبط بهذا النظام أو ذاك النظام، المسألة هي مرتبطة بالظروف التي يطبق فيها النظام. على سبيل لو أخذنا الآن النظام هذا الذي يسمى النظام الإنجليزي، هاي أين ظهر؟ ظهر في البلدان الأنجلوساكسونية، ولما أظهر نجاعته وكفاءته وقدراته تم تعميمه في الدول الأوروبية، وأصبح يعني معمم، وأصبح الآن تم تعميمه على المستوى العالمي. الآن تطبيق النظام يعني الآن نحن ما أخذنا من هذا النظام إلا سنوات التحصيل، لم نأخذ منه الأدوات المقاربات البيداغوجية، وكأننا شوهناه في استعمالنا، تم تشويهه في الاستعمال. وأرجعنا في الواقع أرجعنا ظروف الاستخدام التي لم نحسنها، أو ظروف التطبيق التي لم نحسنها، أرجعناها في النهاية، أرجعنا اللوم إلى النظام ولم نرجع اللوم إلى التطبيق. وكأننا أيضا بطريقة أو بأخرى الآن للأسف نقول بأن هذا النظام يعني السابق أو النظام القديم إنما كان ناجحا. أي نجاح لنظام يعني أنه يجعل من شهادة الدكتوراه تحضيرها 4 سنوات لكن متوسط سنوات المناقشة لا يقل عن 10 سنوات؟ أين هذا النجاح؟ إذن شايف يعني إذن فيه مسألة في أحيانا أن الكثير من المقارنات لا تنطلق من المعطيات الموضوعية ولا تأخذ بعين الاعتبار التطورات يعني المعرفية ولا التطورات في الممارسة البيداغوجية وما إلى ذلك. لا وأيضا يعني باش يعني نكونوا يعني منصفين، اليوم سواء خرجوا النظام القديم أو النظام الجديد يعني نحن بالتجربة أنهم ينتقلون إلى أماكن أخرى، ينتقلون إلى دول كالولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا، روسيا وغيرها من الدول، وفي كل الحالات سواء أبناء النظام القديم أو بالنظام الجديد كانوا قادرين على الدفاع عن ألقابهم العلمية وعلى شهاداتهم. الأمر هذا وش يعني؟ يعني أنه ليس هناك قصورا في التكوين، بقدر ما أن الخلل هو راجع الآن إلى عدم اعتراف كل جيل بالجيل الآخر، وكل جيل لا يراعي الظروف والتحولات. يبقى الجدل هذا قائم يعني بروفيسور، والأمر هذا يعني في الواقع أنه قائم، وبالتالي لابد ننظر إلى الأمور ملابسة. لماذا؟ أن كل نظام في الواقع له ظروفه. علاش؟ أن فلسفة النظام أصلاً النظام هذا الجديد انطلقت من فكرة وهي تكلفة التكوين، التكلفة الزمنية، التكلفة المادية للتكوين، وأيضاً مدى حاجة الإنسان إلى البقاء طويلاً في التكوين. لماذا؟ لأنه الآن أدركوا بأن دورة حياة المعرفة أصبحت قصيرة، وبالتالي الآن لم يعد من الممكن أبداً أن نعلم الناس. صح. وإنما أصبح من الضروري أن نعلم الناس كيف يتلقون المعرفة وكيف يجددون معارفهم. ونحن حتى في تعريفنا في حياتنا القديمة يعني في تراثنا القديم كانوا يقولون أن الذي يطلب العلم عليه 3 أشياء. ما هي هذه الأشياء؟ الشيخ فتاح، معنى أن الشيخ في الواقع أو المعلم يعلمنا المفاتيح يعني أصول الأخذ بالعلوم، الشيخ فتاح، وكتب صحاح، وكذلك أيضا الأدوات، أدوات اكتساب المعرفة. الآن هذا أدوات اكتساب المعرفة قد تكون بنوك معطيات، قد تكون يعني شبكات ما يعني شبكات معرفية وما إلى ذلك، وكتب صحاح وكد وإلها، أيضا اجتهاد المرء من الطالب من الطلب. ولهذا نجد يعني في نفس الدفعة في أي نظام في أي نظام وفي أي مستوى نجد طالبا يحلق في السماء، يحلق في السماء، يبدع، يلهم، يستلهم الأشياء، والآخرون يعني لا يكادون يعني يفكون يعني يعني الأصول المسائل، لا يكادون يبينون، ولا يكادوا يبين. صح. إذن هذا هو يعني الحقيقة، وبالتالي يجب ننظر الأمور نظرة موضوعية باش لا ندخل لماذا. وأكبر مصيبة يصاب بها المجتمع إذا دخل المجتمع في صراع بين فئاته المعرفية وبين أجياله وبين طبقاته، وبدلا من أنهم يتجهون جميعا نحو الإبداع، نحو يعني في الواقع نحو حل مشكلات المجتمع، سوف يعني يضيعون أوقاتهم في التنابز، في التنابز، معارك جانبية لا تغني ولا تسمع، لا تخدم مجتمعا. صح. ولا تقدم أحدا ولا تؤخر الآخر. صح. وإنما الذي يتأخر إنما هو المجتمع. لأن الذي يحمل شهادة ويحملها سواء رضيت أنت أو لم ترضى، لكن المهم
هو أن الذي يحمل شهادة من الشهادات لا بد أن يكون قادرا على الدفاع عنها من خلال إثبات وجوده، من خلال إنتاجه، من خلال عطائه. الآن أي شهادة من النظام القديم أو النظام الجديد إذا لم يكن صاحبها قادرا على العطاء بالنسبة للمجتمع إثبات وجوده من خلال إنتاجه الفكري، إنتاجه المعرفي، ففي الواقع لا قيمة لهذه الشهادة أي كان النظام الذي تم الحصول عليها منها. والإنتاج كذلك في إشكالية سنطرحها، الإنتاج الذي هو معتبر إن صح التعبير أو الذي تكون له قيمة فعلية في مسألة العلم أو الاختصاص. بارك الله فيك بروفيسور. على كل نتوقف مع زميلة نورية مشيش استزادة عن الواقع، واقع الألقاب العلمية في الجزائر وكيف ينظر إليها، هل تعكس فعلا المستوى المطلوب؟ نتابع ثم نعود لكم. ليس كل من يحمل دالا أو ألفا قبل اسمه يرتقي إلى حقيقة ما نسب إليه. ألقاب علمية عديدة يحملها أصحابها لا تظهر من خلال أفكارهم ونتاجهم العلمي، يعود ذلك إلى مستوى التكوين والدراسات وإلى الرقابة العلمية التي تكاد تنعدم، وإلى عدم اتخاذ الأسباب الحقيقية لاكتساب العلم والمعرفة وإنجاز الدراسات والبحوث العلمية الجادة. الوجاهة الاجتماعية وحب المحمدة والرغبة في اصطياد المنصب المناسب في الجامعات والمؤسسات جرت العديد من الباحثين إلى تقديم بحوث ودراسات لا ترتقي إلى مستوى ألقابهم وما وسموا به. ولضمان التقدم والتطور العلمي في مجتمعنا لا بد من العمل على الارتقاء بأساليب اكتساب العلم والبحث الأكاديمي والصرامة في مراقبة ومحاسبة كل باحث لم يتحرى المعلومة العلمية ولم يتخذ سبلا وطرائق خارج المناهج العلمية المتبعة. إذن كان هذا جانب من الواقع الذي عرضته علينا زميلتنا نورية مشيش عن واقع المكانات العلمية والألقاب العلمية، هل تعكس فعلا المحتوى، محتوى الشهادة ومن يحملها. نرحب بالبروفيسور الذي حضر توا معنا انضماما لنقاشنا حول موضوع اليوم الألقاب العلمية، البروفيسور الخضر شريط مدير مخبر مشكلة الحضارة والتاريخ في الجزائر. مرحبا بروفيسور، نحفظ طبعا الاختصاص واللقب. كنا نناقش مع الأستاذ في مسألة تغيير النظام التعليمي، وجدل يحدث من حين إلى آخر في أن الشهادات الآن لم تعد تعكس المستوى العلمي الذي من المفترض أن تحمله تلك الشهادة، يرجعه بعض الناس ربما إلى ذلك التغيير في النظام التعليمي، التعليم العالي. ما رأيكم؟ شكرا، بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وبعد، الحقيقة المسألة هذه مطروحة على منظومة تربوية ككل، يعني ليست خاصة بالتعليم العالي فقط، وإنما بالتعليم من الإعدادي إلى التعليم العالي، لأن الكل يكمل بعضه البعض. فعندما ينال الإنسان شهادة من التعليم العالي ينالها عن جدارة، شرط أنها تكون هذه الجدارة جديرة به. هذا هو المفروض وهذا هو الذي يمكن أن يكون. فالمسألة إذن تتعلق كما قلت بإصلاح المنظومة التربوية ككل، ولذلك نظر في المسألة هذه تحتاج إلى خبراء. ونعرف إحنا بأن أهم الدول خصوصا تلك المتقدمة تراجع دائما منظومتها التربوية، يعني تقريبا في بعض مثلا في ماليزيا مثلا سنويا يراجعون المنظومة التربوية، سنويا فيه مراجعة للنظام التربوي عندهم. فالحصول على الشهادة يأتي هنا في هذه الحالة تلقائيا، يعكس النظام الذي عليه هذه المنظومة التربوية. إذن من الممكن جدا أن يكون اللقب العلمي هذا
أهل لصاحبه أو ألا يكون أهل لصاحبه، هذا يتوقف على دائما التحصيل العلمي الذي جاء الذي تمكن منه هذا الشخص أو هذا الشخص أو هذا الإنسان الذي هو دائما يريد أن يكون على رتبة معينة وعلى مكان معينة علميا. إذن هذا العملية هذه كلها من بعد كأنها تتدرج إلى أن تكون في التعليم العالي هي النقطة الحاسمة والفاصلة. لماذا؟ لأن التعليم العالي هو الذي يقدم الشهادة النهائية، يعني شهادة سواديزون شهادة ليسانس أو شهادة ماستر أو شهادة الدكتوراه أو كذا وكذا. يعني الموكب كله متسلسل إلى النهاية إلى نهايته، يعني تسلسل التدرج هذا يصل إلى نهايته. ولذلك نعرف إحنا حتى في التسمية نقول ما قبل التدرج وما بعد التدرج. صح. علميا يعني ما بعد التدرج يعني يقصد بها يعني الماستر والدكتوراه، يعني الماستر والدكتوراه. فإذا كان العطب من البداية في المنظومة التربوية فيه أعطاب وليس عطب واحد، في هذه الحالة يحتاج إلى مراجعة وتصليح كما قلت من حين لآخر، وككل مرة يحاولون دائما تقييم ومراجعة. طبعا مراجعة دائما، المراجعة هذه مهمة جدا. قلنا تلجأ لها أهم الدول التي تحترم نفسها وتقدر كل المعلومات التي تصل إلى. طبعا المراجعة هنا المراجعة في المناهج، مراجعة في البرامج، مراجعة في المضمون، مراجعة بالمقاربة حسب علماء النفس أيضا، مقاربة يعني مقاربة منظومتنا التربوية مع غيرنا من الدول سواء المتقدمة أو المتخلفة. هذا كله يجعل دائما هذا الثراء الموجود في التحصيل العلمي لدى المتأهل الذي يملك هذه الشهادة أو الذي سيتحصل على هذه الشهادة، سواء كانت شهادة الليسانس أو الماستر أو الدكتوراه. في كل الحالات دائما هو هذا الانعكاس، كما يقول الأخرين يقول لك الانعكاس تاع الفوقاني هو ما هو إلا انعكاس للتحتاني أو بهذا القبيل يعني أو من هذا القبيل يعني. فالمنظومة التربوية هي اللي دائما قلت نعود بحاجة إلى إعادة تقييم ومراجعة. فهنا كاين إشكال تطرح طبعا عندما لا نقوم بهذا الشيء، كاين مجموعة من الإشكالات. أهم هذه الإشكالات نجد طبعا سرقات العلمية، كل واحد يحاول أن يسرق نصوص ويسرق رسائل ويسرق كذا وكذا، هذا الذي هو متعارف عليه بالبلاجيا. وهذا طبعا في ديننا الحنيف هو يعني شيء محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك من غشنا فليس منا، معناها لا يدخل حتى في ملتنا، لا يدخل حتى في دارنا التي تسمى دار الإسلام، لا يدخل في هذا، يعني يخرج من هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول هذا الكلام فهو بريء من هذا الشيء، يعني هو بريء من هذا المسألة هذه. تفضل. بارك الله فيك. على كل مسألة أخرى أشار إليها البروفيسور عبد المجيد قدي وأعود إليها معه، في مسألة الإنتاج، والإنتاج نقصد به ما هو معمول به كذلك في منح لقب معين، خصوصا في التدرج المهني إن صح التعبير، من هم في سلك التعليم العالي. طبعا فيه المقالات وفيه المشاركات في الندوات وفيه المشاركات في الأبحاث والانتماء إلى مخابر إلى غير ذلك. هل هذا ربما يستبدل إن صح التعبير ما كان معمولا به سابقا وفي تراثنا كذلك بالنسبة للمؤلفات؟ فمن كانت له مكانة علمية مرموقة كان أكثر تأليفا من غيره. هو الحقيقة الأمر ليس على الإطلاق. لماذا؟ لأننا نجد يعني علماء قد شهد لهم بالعلم والمكانة، شهد لهم بالعلم والمكانة والرسوخ في العلم، ولكن نجد مؤلفاتهم يعني في الواقع محدودة. بل في تراثنا العربي الإسلامي كانوا يقولون حذاري من صاحب الكتاب الواحد،
كانوا كثير من الناس ليس لهم من الكتب إلا كتابا واحد، لكن هذا الكتاب يحذرون منه، بمعنى أنه له مكانة كبيرة. نعم، لا يعكسها ذلك الكتاب لا فقط. لا له مكانة كبيرة، يعني لا يعكس يعني نعم لا يعكسها ذلك الكتاب، وبالتالي فهو رجل أمة. صح. وأحيانا نجد بأن بعض الكتب إنما قد أحدثت فتحا، بالرغم لنأخذ على سبيل المثال مقدمة ابن خلدون، يعني في الواقع هي صحيح مقدمة لكتاب، لكن هذه المقدمة اشتهرت بأكثر مما اشتهر الكتاب كله. يعني إذا شايف العملية، نأخذ على سبيل المثال العلامة عبد الحميد بن بديس، يعني أنه لم يؤلف كثيرا، وقال نحن لا نؤلف الكتب وإنما نؤلف الرجال، وبالتالي ألف الرجال يعني كان أمة يمشي على الأرض. وبالتالي الأمر يعني لا نأخذه كثيرا. لماذا؟ ليس كقاعدة صحيحة دائما. وهناك الكثير من الناس الذين كانوا يكتبون وكانوا مكثرين من التأليف، وكانوا يسمونهم حطاب ليل، يعني حاطب ليل، يعني وتعرف أن الذي يعني يحتطب من الغابة في الليل أنه يجمع الخشب والأفاع معا، يعني وبالتالي لا يميز بينه. إذن هذا يعني مسألة بالتالي ليس على الإطلاق. وحتى الآن حتى على مستوى الإنتاج المعرفي في عالمنا المعاصر، نحن اليوم أننا نميز، عادة نميز بين أمرين: التأليف أو الإنتاج الذي يتجه نحو إثراء المعرفة وتطوير المعارف والمساهمة المعرفية بشكل عام، وعادة أن هذا صاحبه يعني يسعى من ورائه إلى يعني وضع بصمته على المستوى العلمي والمعرفي. وهناك يعني ما يعرف بالتأليف لأغراض الترقية، والواقع أنه أحيانا إذا كان الهدف هو أن من التأليف هو الترقية، يعني هذه يشبه حاطب الليل، هذه هي الطامة الكبرى. نعم، لأن الغاية وتصبح الغاية تبرر الوسيلة. إذن الغاية الهدف هو ليس هو وضع البصمة المعرفية بقدر ما هو الحصول على لقب علمي، وهذا هو يعني ما نلاحظه كثيرا. وبالتالي إذن أن كثرة الإنتاج العلمي هي لا تعكس جودة. واليوم أن الحقيقة اليوم أن المجتمعات المعاصرة أصبحت تتعامل مع هذه الأشياء بأساليب وأدوات وتقنيات حديثة، مهما كان يعني فيها يعني لها حولها ملاحظات، ولكن أيضا لها أيضا سند ولها يعني منطلقاتها. من بين هذه مثلا ما يعرف الآن بمعامل الاستشهادات، يعني معامل الاستشهادات، حجم الاستشهادات، يعني المؤلفات، قد يؤلف المرء يعني مؤلفات كثيرة لكن أنه لا يستند إليها في الأعمال العلمية للآخرين، معنى ذلك أن الانتفاع منها هو قليل. إذن هذا يعني أكشف يعني وحتى وإن كان هذا معامل الاستشهادات أيضا حوله ملاحظات، لأن هناك ما يعرف بالاستشهاد الذاتي والتواطف. الاستشهادات يكفي بأنني أنا وأنت وزميلي يعني أننا يعني لنا يعني مؤلفات نتواطى على أن كل منا يستشهد بأعمال الآخر، ويعني ونحسن معامل الاستشهاد. صح. ولكن مهما كان هو معامل موضوعي، هو معامل موضوعي. أيضا يعني الواقع يعني من بين حتى أيضا يعني الانتشار، يعني الانتشار لمعرفة الشخص لدى الأوساط العلمية الأخرى، يعني الشخص الذي يعني لا يكاد يعرف إلا في حيه أو لا يكاد يعرف إلا في جامعته، فالواقع هذا في الواقع ما عندوش حضور. صحيح قد أحيانا يعني اليوم أن وسائل الإعلام وأحيانا الظروف قد تجعل من المرء شخصا يعني لامعا معروفا، ليس لقدراته وجدارته، وإنما لأنه تم تسليط الأضواء عنه، وأن هناك الكثير من الناس يعني الناس المقتدرين ذوي الكفاءة، وإنما تم غمطهم حقهم ولا أحد يسمع بهم. يعني هذه الأمور موجودة، ولكن مهما كان هناك بعض المؤشرات التي من خلالها يمكن أن نصل إلى الأشخاص. وبالتالي أن الإنتاج العلمي هو شيء مهم، خاصة وأن اليوم الإنتاج في ما يعرف بالمقالات. اليوم أن المجلات في ظل هذا العالم اللي أصبحت فيه تكنولوجيا الإعلام يعني مهيمنة ومسيطرة، يعني أصبح ما يسمى مرئية المقالات أو مرئية المنشورات العلمية كبيرة جدا، المرئية كبيرة جدا، بالنظر إلى أن المجلات اللي أصبحت كلها على يعني على حوامل إلكترونية،
وتصل إلى أكبر عدد من الناس. يكفي الآن أنا مثلا أن أتعامل مع موضوع من الموضوعات فيكفي فقط أن أكتب الكلمة المفتاحية للموضوع فتظهر لي كل الأعمال كل المقالات المكتوبة في الموضوع. قد أحيانا تجني اللغة على بعض الناس وهذا أيضا مشكل من المشاكل. لماذا؟ لأن اليوم حظوظ الوصول إلى أكبر عدد من الناس بلغة معينة قد يكون في الواقع أنها غير ممكن. لماذا؟ لأن بعض استخدام بعض اللغات هو محدود جدا في الأوساط العلمية. في بعض اللغات أن من يكتب بلغات أخرى قد حظه في الوصول إلى أكبر عدد من الناس قد يكون أفضل. هذا لا يعني كانت بضاعته مزجات حتى وإن كانت بضاعته مزجات بلغات أخرى. فذاك الآخر يعني قد يكون رائعا قد يكون متفوقا ببساطة لأنه كتب بلغة معينة فلا يمكن أن يصل إلى الناس. هذه بعض القضايا الموجودة. ودائما أستاذنا أو البروفيسور عبد المجيد فيه نسبية في هذا المعايير. وهذه الشروط لأنه فيه طريقة للالتفات على هذه الشروط وعدم مراعاتها أو مراعاتها بطريقة توحي على أنه فيه مراعاة لهذه الشروط وفي الحقيقة لا توجد مراعاة. طبعا فيه موضوع آخر اللي هو في صلب كذلك هذه الإشكالية، صار هوس اجتماعي إن صح التعبير بالنسبة لحامل ذلك اللقب. صار الإنسان الذي يحمل لقبا معينا يحب أن ربما يستعمله كبطاقة تعريفية في المجتمع، حتى في المقهى قد يستعمله، حتى في وسائل النقل قد يستعمله، لا يستعمله فقط في الدوائر العلمية مثلا. إنسان مثلا دكتور أو إنسان مثلا بروفيسور يحب أن ينادى دكتور حتى في وسط غير علمي، وهذا ربما فيه جانب من الهوس إن صح التعبير للمكانة الاجتماعية. هو في الحقيقة يعني هذه المسألة تتعلق بالأشخاص ذاتهم، أشخاص يعني عندما يكونون لو سمح لي الأستاذ يعانون من تضخم في الأناء. صح. تضخم هذا مصطلح اقتصادي سأستعيره منكم. بروفيسور اسمح لي. لأنه سابقا كانت الناس ربما تواضعا منها، وتحدثنا فيها مع البروفيسور انه عالم بجلاله قدره يقول لك انا طالب علم. نعم. يقول لك انا في طور التعلم دائما. الان ربما الناس اصبحت تلاحظ هذا الامر. قلت عندما يكون الانسان يعاني من تضخم في الاناء ففي هذه الحاله يعني يصبح هذا التضخم منتشر اشد انتشار، منتشر بشكل يعني يكتسح الوطن البلاد القرية كذا حتى العالم. يعني ما كنا إذا كان ساعدته خصوصا وسائل الإعلام المروجة لهذا النوع من وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل الإعلام كامل، وسائل الإعلام التواصل الاجتماعي وغيرها وغيرها وغيرها، هذه إذا كانت ساعدته يقدر يكون يعني عنده انتشار كبير جدا، ولكنه في حقيقته لا يساوي شيء. فهؤلاء في الحقيقة هم رافعي شعار كما يسميهم الأستاذ مالك بن نبي، رافعي شعار التعالم، يعني هم لا يملكون هذه الخاصية أو هذه الميزة، ولكنهم باستعمالهم للألقاب، ألقاب دكتور بروفيسور كذا وكذا، ممكن أن يكتسح مكانة معينة في ذاك الوسط الذي يعيش فيه. ففي الحقيقة يعني أجدادنا عندما نقول أجدادنا معناها نولي للتاريخ القديم والقريب، في الحقيقة كلهم كانوا عندهم حاجة مهمة جدا وهي التميز بالروح العلمية. الروح العلمية أهم حاجة هذه عند الإنسان، وهي ميزة أخلاقية في هذا الإنسان. فالروح العلمية عندما يكون الإنسان متمسك بالروح العلمية، هنا التضخم في الآن لا يكون، يعني مستحيل أن تتلقى الروح العلمية مع، لأن هذا فيما بعد وصلنا احنا مثلا أننا نربط شهادة بالوظيف، شهادة بالوظيف، شهادة بالرغيف، شهادة فهذا كله هو الذي أدى بنا إلى كارثة وكوارث وكوارث. في الحقيقة المفروض العلم للعلم أو من أجل استخدامات لنفع أو منفعة الأمة والوطن والإنسانية جميعا، كما شائع وكما معروف. فالعلماء الذين يحترمون أنفسهم كما كان الأستاذ ذكر مثلا الشيخ الأستاذ عبد الحميد بن باديس، كان مهتم بتكوين الرجال وليس حتى بتكوين تأليف المؤلفات أو كذا، يعني هو ألف الرجال أكثر لأن دروسه كانت تصل إلى
إلى المسامع أكثر من غيره. كان تصل كان يطبق مثلا وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني كان يوصل الكلام إلى الأنفس الداخل، يعني حتى تصل إلى الأنفس بشرط بشكل جريء وبشكل عميق. في هذه الحالة طبعا العقل العلمي ما عليه إلا أن يتفتق وأن يصبح عقل منتج وثري بالإنتاج، هذا هو الذي يفترض أن يكون. فالعكس يعني تماما، العكس تماما غير ممكن، العكس تماما، يعني العكس تماما عندما يصبح الإنسان يبحث عن مكانه ويبحث عن المكان عن المنصب وجهة. ويبحث عن كذا وكذا وكذا، ورفع شعار اللي قلت لك عليه أصحاب التعالم، يرفع شعار أنه دكتور وأنه بروفيسور وأنه كذا وأنه كذا. هذا طبعا هو الذي يقضي أو يكون وبالا على الأمة في تقدمها وفي كذا وكذا، وهو في الحقيقة في حقيقته يعني وزنه لا يوزن شيء، فهو لا ينتج شيء ولا يزن شيء، و يعني في نهاية الأمر أو في نهاية المطاف هو يفشل في أول اختبار ربما حقيقي. طبعا في أول اختبار حقيقي سيفشل، متأكد يعني يكون متأكد بأنه سيفشل في أول اختبار حقيقي، لما يحتك خصوصا لما يحتك مع تطبيق في الجانب الاجتماعي. الجانب الاجتماعي هو أهم، لأن العلم هو إذا كان ما نعملش على تطبيق المعلومات العلمية اللي عندنا في المجتمع وفي الجانب الاجتماعي، ففي الحقيقة لا نفعله ولا أهمية له. ومن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، مش هكذا يقول؟ صحيح. هو شكرا، الله يبارك فيك بروفيسور الخضر. بروفيسور عبد المجيد، نقطة وإشكالية أخرى ما يطلق عليه في أوساط معينة الألقاب العلمية أو الشهادات العلمية المخففة، بمعنى التي يتلقاها الإنسان في دورة تدريبية بحضور فعاليات معينة، وربما من خلال تلك التوصيفات إن صح التعبير، وفيه ألقاب تمنح ليست كتلك التي تمنح في الجامعة أو الأوساط الأكاديمية، وإنما تعطي كذلك تضخما لذلك الأنا في من يحمل ذلك اللقب الجديد. وربما هذه إشكالية أخرى جعلت كذلك الناس تخلط ربما كذلك بين المستويات أو الشهادات التي تعكس مستويات معينة. هو الحقيقة اليوم هناك بعض الخلط في الشهادات وفي الشهادة. أولا لابد أن نكون على دراية بمضمون الشهادة في حد ذاتها، وقلت أن مضمون الشهادة هو مرتبط بالمهارات التي تمكننا من الحصول عليها. الجانب الثاني في منح الشهادة، يعني فالواقع أن الشخص إذا هيئة من الهيئات حتى ولو منح الدكتوراه، يعني شهادة الدكتوراه، ولم تكن مؤهلة لمنح هذه الشهادة فلا معنى لتلك الشهادة. هذا مهم جدا. في الإجازة معناتها في التاريخ العربي الإسلامي لا يمكن لأي شخص أن يقدمها إلا إذا كان مؤهلا لمنح الإجازات، إلا إذا كان مجازا يعني ورخص له بذلك، يعني هذا مسألة مهمة جدا. فيه أيضا جانب ثاني وهو فيما يتعلق بين الشهادات يعني العلمية والشهادات التأهيلية. يعني الآن يعني فاتم من أجل أن يكون الإنسان مؤهلا للقيام بشيء من الأشياء يعني محدود في الزمن والمكان، هذه لا تمنح لصاحبها لقبا علميا. يعني اللقب العلمي هو الذي ذاك اللقب الذي يجعل من صاحبه معترفا به في ميدانه في كل الأماكن، وهذا اللقب العلمي هو ايضا يعني عالمي معروف. يعني لما نتكلم مثلا عن شهاده ليسونس اليوم، او نتكلم عن شهاده الماستر او شهاده الدكتوراه، او نتكلم على الدرجه العليا كبروفيسور، وما اذا هذه شهادة يعني مكرسه عالميا، انها لغه عالميه، لغه عالميه. اما الان شهادات يعني انها يعني تمنح لصاحبها في مده 20 ساعه او لمده يومين او ثلاثه او اربع، ويعتبر صاحبها بانه اصبح لست ادري انا يعني انه مؤهلا وانه اصبح من الراسخين في العلم، فالامر ليس كذلك. لماذا؟ لان الامر هذه مساله مهمه جدا، قضيه العلم. انا اشرت في البدايه قلت بان هذه الالقاب هي بقدر ما تضفي على صاحبها مهابه فايضا انها تحمله مسؤوليه. ونلحظ ذلك من خلال ذاك الشخص الذي جاء للإمام مالك يسأله عن مسألة، فبقي الإمام مالك يتأمل في المسألة ويفكر، فقال له يا إمام قلها إنها مسألة خفيفة. قال الإمام مالك رحمه الله ليس في العلم شيء خفيف،
ألم تقرأ قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وهذا أهمية. ولهذا كان السلف رضوان الله تعالى عليهم وهم في المجلس الواحد تلقى إليهم المسألة فيقذفها كل منهم إلى الآخر حتى تعود للأول. يعني كل منهم في الواقع يتحرج ويخاف من المسؤولية. أن يدلي من المسؤولية أو أن يدلي برأيه فيها. وبالتالي هذه مسألة مهمة. ومن ثم فإن هذه الشهادات التي على كثرتها التي لم نعد نحصيها أو نعرف أسماءها أو الجهات التي تعطيها هي في الواقع إنما هي نوع من تشويه للفضاء المعرفي. هي نوع من تشويه للفضاء المعرفي خاصة وأن الكثير من الجهات التي تمنح هذه الشهادات يعني لا اعتماد لها ولا يعني ولا تعرف ولا المرجعية القانونية ولا المرجعية العلمية لهذه الشهادة. مثلا لأن أي شهادة في الواقع هي مرتبطة ببرنامج تكويني وبمرامج تكوين معروف ببناء معرفي قائم بأيضا يعني مكتسبات أولية قبلية للدخول أصلا إلى مسار تكوين لابد أن تكون يعني حائزا على مستوى أدنى من المعارف يعني مؤهلات معروفة. الأمر هذا ليس لم يعد قائما. ومن ثم فإننا في فضاء يعني في الفوضى في فوضى منح الألقاب والآن كل أصبح يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر له بذاك وتلقى السيرة الذاتية تاعه ربما فيها فيها 5 أو 6 صفحات وربما هذا اللي يضخم له كما قال البروفيسور الأنا ويجعله ربما في النوادي أكثر حظورا من أهل الاختصاص. نعم، نعم، نعم. في الدوائر ربما التي ليس فيها اختصاص قد يختلط على الناس من هو صاحب المكانة العلمية الحقيقية ومن هو المزيف في ذلك. بروفيسور الأخضر شريط نختم معك هذه الساعة الأولى لنقاش اليوم طبعا فيما يمكن أن نقدمه لطالب العلم مقارنة بما يشهده ربما في واقعه وربما فيما يلحق هذه الألقاب من تزييف سواء كان تزييفا فعليا من خلال السرقات ومن خلال السطو على الأملاك الفكرية كذلك للآخرين أو من خلال التوصيفات الاجتماعية التي قد تنزل من مكانة شخص وترفع من مكانة شخص آخر. هو بالنسبة يعني القصد هنا هو الطالب يعني الطالب الذي سنعمل على تكوينه أو الذي تعمل تسهر الدولة على تكوينه وكذا. الحقيقة الطالب هذا يحتاج دائما إلى سند ورعاية ونترك له الحرية الكاملة في أن يكتسب المهارات وأن يكتسب عبر تداريب معينة أن يكتسب يعني حصيلة علمية كبيرة. هذا من واجب الدولة ومن واجب المجتمع أن يساعد على هذا أيضا. هذا يعني إحنا عندما نتكلم في صيغة حقيقية الدولة قائمة بالجانب المنوط إليها ولكن المجتمع في رأيي أن المجتمع مقصر نوعا ما في تقديم السند والدعم للطالب يعني نعرف مثلا في تراثنا أن الطالب عنده مكانته من أين مكان هذه تكمن في مساندة المجتمع له كيف تكون بالمساعدة المادية فيما يسمى بالأوقاف أوقاف كانت إلى حد ما وإلى وقت ما كانت دائما تغطي جانب من النفقات للآخر جانب من النفقات للطالب. هذا كله يعمل حتى في الغرب اليوم بالحقيقة هم سرقوا منا هذه المسائل مسألة الأوقاف سرقوها منا من في الغرب سرقوها منا وأخذوها ويدعمون بها الطلبة إعطاء المنح إعطاء كذا كل هذا يعني يدخل في هذا الشق وفي هذا الجانب الذي هو الطالب دائما بحاجة إليه. في الوقت نفسه لازم نقيم حدود معينة حمراء بخصوص السرقات العلمية بخصوص كما يسمى البلاجيا فهذه لازم تكون لازم الدولة توقف على هذه المسألة فطبعا هي فيه مواد قانونية يعني موجودة مواد قانونية بخصوص هذا الباب وبخصوص الجنب ولكن تفعيلها في الواقع أعتقد تجاوزنا لم نستطيع أن نسيطر عليه لأننا نحن مثلا في الجامعة اليوم لم نستطيع أن نطبق القوانين في الواقع. لماذا؟ لأن كل جهة
تحاول أن تغطي على جهة، وهكذا في هذا المجال يعني صح. فيه خربطة إن شئنا بين قوسين، فيه يعني عدم وضوح في الرؤية بخصوص الدعامة أو الدعم الذي يقدمه المجتمع للطالب. صح. هذا اللي ركز عليه كثير أنا، وهو شيء مهم جدا، قضية أو مسألة تقديم الدعم الاجتماعي للطالب. بارك الله فيك. حتى نختم أعتذر على المقاطعة، لأنه بلغنا الختام في هذه الفترة المخصصة لنقاش اليوم حول الألقاب العلمية بين المجال الاجتماعي والإضافة العلمية. بروفيسور الخضر شريط، مدير مخبر مشكلة الحضارة والتاريخ الإسلامي، بارك الله فيك على ما قدمته. بروفيسور عبد المجيد قديم، مختص في الاقتصاد، بارك الله فيك كذلك على ما قدمته. لنا لقاء آخر إن شاء الله في قادمي الأيام، نتواصل معكم مشاهدينا الأفاضل في الفقرة الختامية المخصصة لضيفي مفاتيح. ابقوا معنا بعد هذا الفاصل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يطيب لنا مشاهدينا الأفاضل أن نلقاكم ثانية في برنامج مفاتيح في الفقرة الختامية المخصصة لضيف المفاتيح. على غير العادة سنختتم
مع أستاذنا محمد في العالية الذي على عادتنا نبدأ معه الحصة. بارك الله فيك على الحضور أستاذنا ومرحبا بك. جزاك الله خيرا. تحية لك وتحية لكل المشاهدين والمشاهدات في هذه الأمسية المباركة. وكما يمكن أن يكون الإنسان دائما يبدأ بالخير قد يختم أيضا بالخير إن شاء الله. فإن شاء الله تكون خاتمة هذه الحلقة فاتحة خير وفاتحة خير إن ونحن نستقبل شهر رمضان المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه وأن آمين. يوفقنا آمين. فيه لصالح الأعمال ونفع الله بكم إن شاء الله أستاذنا. طبعا الحديث عن العلم مكانة مرموقة يحوزها العالم في تراثنا وفي ديننا، كذلك المكانة أوتيها من قبل الله سبحانه وتعالى. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وطبعا كذلك في المجتمع يحظى العالم على مر تاريخنا الإسلامي بمكانة، مع ما يعكسه كذلك هو من أخلاق مما يمكن أن يبثه في المجتمع من قدوة يمثلها بالنسبة لعامة المجتمع. وهذه المكانة هي التي حفظت له عبر الأزمان والعصور أستاذ، ليس كذلك؟ أكيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإمام الشاطبي رحمة الله عليه لما تكلم على قضية العلم ولماذا شرع الله عز وجل طلب العلم، جعل واحد المقصد كبير جدا وهو الغاية في الحقيقة من طلب العلم، وهو العمل، أو عبر عليها بالعبودية لله سبحانه وتعالى. والعبودية لله تبارك وتعالى هي أن يعمل الإنسان وفق ما علم. ولذلك أول نقطة يمكن أن تثار في قضية العلم والعلماء وطلب العلم ومكانة العلم هو ما أشار إليه تلميذ النبوة النجيب الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، لما قال إنما العلم الخشية، العلم الخشية. إذن هذا العلم الذي أمر الله عز وجل به أمر به ليوصل الإنسان إلى خشية الله سبحانه عز وجل. والمعاملة على قدر المعرفة، ومن كان لله أعرف كان لله أخوف كما يقال. لذلك تلاحظ في أول فوج نقله الرسول الملكي جبريل عليه السلام من عند المولى تبارك وتعالى من القرآن الكريم إلى قلب النبي البشري محمد عليه الصلاة والسلام، اقرأ باسم ربك. ولاحظ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. شحال تكررت من مرة أستاذ كلمة العلم. ثم أيضا العلم بماذا؟ بإذن الله، والعلم الذي يوصلك إلى معرفة الله، والعلم الذي يجعلك تقر بالله خالقا وبالله منعما. إذن حينما يعرف الإنسان ربه عز وجل الخالق، يعرف هذا العظيم تبارك وتعالى، يعرف أنه مهما تعلم هذا الإنسان فإنه كما قال الله عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم يعلم هذا الإنسان أنه حينما يعرف ويتعلم شيء إنما يزداد تواضعا ويزداد خشية، بل تزداد مسؤوليته أمام الله سبحانه عز وجل. يقول الإنسان هذا مش كما إنسان عادي، حتى إحنا في المجتمع تاني يقول أنت تعرف، أنت مفروض عندك علم، أنت عندك شهادة، يفترض أنك ما تكونش هكذا، أنت لست كالآخر مثلا. لماذا أستاذنا؟ هذه هي حقيقة النظرة إلى قضية طالب العلم والمتعلم والعالم والعلم، لأنه ديننا غرس في هذا. والآن كل العالم يتعامل مع العلم بمثل هذا، يعني حتى عند الأمم الأخرى، لأن العلم عندهم شيء أستاذ وقيل وش ما الشهادة عنده ولا وش ما الرتبة عنده، إنما ما الذي يفعله هذا الإنسان في واقع الناس، يعني ما الذي يستطيع أن يقدمه هذا الإنسان للمجتمع، ما الذي يستطيع أن يضيفه هذا الإنسان لأمته للبشرية جميعا. فأصبح الناس ينظرون إلى العالم أو المتعلم أو العلم بقدر إفادته لناس. طلب العلم ليس تسوية وضعية اجتماعية كما يرى، يعني إحنا الآن كثير من الأشياء في واقع الناس، في واقع بعض الناس أصبحت أستاذ الغاية منها هو كيف يسوي وضعيته الاجتماعية. يعني
راه يطلب علم وقيل باش يولي ان يرفع من مكانته الاجتماعيه سواء الماديه او المعنويه. راح يتزوج ثاني باش يسوي وضعيته الاجتماعيه، ومتزوج وعنده اولاد وكذا وكذا. الاصل فيها انه الاقدام على اي عمل مش هذا هو الغايه، الغايه هو تحقيق هذاك العلم الذي تعلمه تجاه هذا الشيء، يروح يطبقه في الميدان، كيف يكون خليفة لله عز وجل حقا في هذه الأرض، كيف يستطيع أن ينتفع هو بهذا العلم، لأنه كما قال العلم بلا عمل جنون، والعمل بلا علم لا يكون. يعني الأصل أن الإنسان لا يمكن أن يعمل بدون أن يتعلم أي حاجة. الآن في أبسط الأشياء مثلا، حتى في الفرائض المقررة علينا، واحد تقول له مثلا أستاذ توضأ وهو لم يتعلم كيف يتوضأ، لا يستطيع أن يتوضأ. واحد تقول له روح تصلي مثلا وهو لم يتعلم كيف يصلي، لا يستطيع أن يصلي. ولذلك أيضا أن يتعلم الإنسان شيئا ثم لا يعمل به هذا جنون. الواحد يعرف يتوضأ ويعرف يصلي ويدرس كيف يخرج الزكاة تاعو، ويدرس كيف يروح يحج، ويدرس الآن كيف أي في أي ميدان من الميادين، ثم بعد ذلك لا يعمل بهذا العلم. ولذلك قيل العلم يهتف بالعمل، فإما حل وإلا ارتحل. يعني لما تتعلم حاجة تبدأ تناديك اعمل بي، يعني أنت تعلمت هذا الشيء. لذلك قيل أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال أخشى ما أخشى، أخوف حاجة خاف منها أن يقال لي يوم القيامة ماذا عملت فيما علمت، مصداقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من بينها ما عمل فيما علم. يعني وش عملت بهذه الأشياء التي تعلمتها. ولذلك خلاصة هذا الشيء ما قال مبدينا به، خلاصة ما قاله الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، أن هذا العلم إنما هو مطلوب من أجل العمل، من أجل أن يعمل هذا الإنسان. وتخيل معايا هذاك العامل الذي يعمل دائما يشعر بأنه لم يقدم شيء، هو يعمل لكن في النهاية يشوف اللي لم يستطع أن يقدم شيء. بعد ذلك هذا ما الذي يورثه؟ يورثه التواضع، ويورثه الشعور بالتفريط، ويورثه أيضا ربما السعي إلى المزيد، إلى أن يزيد من هذا النفع والغير ذلك. عكس حينما لا يتشبع الإنسان بهذه الأشياء، كما قال أحد الحكماء قديما، قال العلم ثلاث أشبار، الشبر الأول الثاني الثالث. قال لك الشبر الأول الذي يدخله هذا يتكبر، يصبح يعرف معلومات قليلة، يشعر بنفسه بأنه عارف كل شيء. الشبر الثاني من دخله تواضع، يبدأ يحس بالله البحر عميق. والشبر الثالث الذي يدخله يعلم حينها أنه لا يعرف شيء. ولذلك أكثر الناس تواضعا هم العلماء، يقولوا العلماء بمعنى أولئك العلماء الذين أورثهم هذا العلم خشية لله سبحانه وتعالى. الإمام أحمد مرة وقد سأله أحد الناس وقالوا على قضية معينة، قالوا لا أدري. قالوا لا تدري وأنت تصعد فوق المنبر؟ قال يعني لو كنت أجيب على كل شيء لكنت فوق السحاب، يعني على حسابك أنت يا معنى أنا لازم نجاوب على كل حاجة، إذا ما نحن نبقى غير فوق المنبر راح نطلع فوق السحاب. وبالتالي حينها يشعر بالتعالي على الناس، ويشعر بأنه ربما يحتقر الآخرين، بينما العالم تجده أكثر الناس رحمة بالناس. هذاك المفكر الكبير، هذاك الفيلسوف، حتى أمام أولئك الناس اللي ربما مسكن يرى أنهم ربما يحتاجون إلى شفقة، إلى رحمة. لماذا؟ لأنهم لا يعلمون. وهذه أستاذ التي أشار إليها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، سيد العلماء وسيد المعلمين عليه الصلاة والسلام. انظر من هذاك العلو لما آذوه في أحد وفعلوا ما فعلوا، وش قال؟ اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. يعني يا ربي هؤلاء لو كانوا يعرفون ما أعرف، لو كانوا يعلمون ما أعلم، لما فعلوا بنبيك عليه الصلاة والسلام هكذا. كذلك أستاذ تروح تقرأ اليوم للعلماء الكبار، تجد هذيك الرحمات تنساب
الكتاب من أقلامهم وتجد تلك الرحمات أيضا تخرج من أفواههم. كيف يعاملون الناس بلطف ورحمة وبشفقة، كيف ييسرون للناس ربما أبواب الخير، كيف يفتحون للناس حتى أبواب التوبة أمام الله سبحانه عز وجل. من يحول بينك وبين الرجوع إلى الله؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام كالذي قتل 99 واحد نفسه. أستاذ لما راح إلى ذلك العابد الذي هو أقل علم، صحراء يتعبد وحب يرضي ربي سبحانه ويفعل ما، لكنه ينقصه علم. كي راح قال له اقتلت 99، قال له 99 ما زلت طامع انت يا مستحيل، فوش دار كمل به 100، قال له انا هالك اذا نزيد نكمل بك العدد، كمل به 100. ثم ذهب سأل على اعلم اهل الارض فذهب الى ذلك العالم، العالم اجابه بهذه الاجابه، قال له من يحول بينك وبين الله؟ يعني يا ربي سبحانه وتعالى كريم ورحيم أرجع إليه. ثم بين له، لاحظ إلى العالم، هذا هو نفع العالم للناس في شتى التخصصات. احنا رانا نتكلم هنا على مجال معين اللي هي قضية الرجوع والتوبة إلى الله، دله على الطريق كما قال القائل سلك الطريق ثم عاد ليخبر القوم بما استفاد. هذا هو العالم، مشى مع الطريق أستاذ وصال لهيك الآخر وجاء عاود رجع للناس باش يقول لهم هاو الطريق الموصل إلى ذلك المكان. هذا هو دور العالم، ليس دور العالم أن يقرع الناس أو أن يشدد على الناس أو أن يكون ربما عنيفا على الناس. لا، كما قال سفيان الثوري رحمه الله قال إنما الفقه الرخصة من ثقة، أما التشدد فيحسنه كل الناس. هذا هو العالم الحقيقي الذي يستطيع أن يكون نافعا للناس بإذن الله عز وجل. طبعا مسألة الإشكالية المتعلقة بالشهادات وسعي الناس إلى تحصيلها ربما يحيلنا إلى الإجازات في تاريخنا. نعم. والإجازات كانت كذلك تعطى من أصحابها لأصحابها. نعم. بمعنى أنه من يجيز له شروط معينة ومعايير معينة في من يجيز كذلك شروط وأمور معينة كذلك يجب أن يتحرى على أن لا يغني ذلك ربما مسألة النفع بالنسبة للآخرين. نعم. بمعنى أنه من تحصل على تلك الإجازة لا يمكن أن يركن إلى الراحة، بل هي ربما مدعاة إلى مسؤولية أخرى ومسؤولية خصوصا اجتماعية. أكيد. لاحظ إلى البداية من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعلن عن إسلامه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي له مفاتيح، هذه المفاتيح التي تجعل هذا الإنسان حقيقة يقر بوحدانية الله وبنبوة النبي عليه الصلاة والسلام ويتعلم كيف يستطيع أن يكون نافعا للناس مباشرة. ماذا يقول هذا الرجل؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا علي الآن؟ هذا الذي مشى عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين انتشروا بعد ذلك في بقاع الأرض. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان مثلا يقول أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، أفرض أمتي أبي أو أقرأ أمتي أبي. كان النبي عليه الصلاة والسلام يشير كأنه يزكي بعض الصحابة رضوان الله عليهم في تخصص معين. هذه الشهادة هي تزكية، معنى أنت لما جي قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود. يعني أنت حينما تسمع القرآن من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنت تسمع الآن القرآن كما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الذي زكاه هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هو المعلم لعبد الله بن مسعود. جاء هذا أيضا إلى العلماء بعد ذلك، مثلا إمام دار الهجرة الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه لم يجلس في كرسي التعليم ولذلك حتى شهد له 70 معمما، يعني 70 عالما كلهم يشهدون للإمام مالك بأنه أهل بشيء علام الغدر. بعدها أيضا جاءت ما تسمى بالإجازات سواء في القرآن الكريم أو الإجازات في الحديث أو الإجازات في الفقه أو الغدر. هي هذه تشبه تماما أستاذ ما عليه الناس الآن في قضية الشهادات. إذا هذا الذي يزكى لا بد أن يكون حقيقة هو أهل للتزكية. يعني واحد راح يزكى في قراءة من القراءات، لا يمكن لهذا الإنسان أن ينال التزكية بدون ما يكون أهل لذلك. ثم أيضا هو لما ينال التزكية هنا يشكر المولى عز وجل على ذلك،
ثم بعد ذلك ما الذي ينظر؟ ينظر على أنه الآن أصبحت عنده مسؤولية أكثر مما كان، فيذهب مباشرة إلى أن يعمل. الآن الشهادات نفس الشيء، لما الآن في التعليم المعاصر بدأت مثلا الإنسان يدخل رأوا في الابتدائي، بعد ذلك يمر على شهادة معينة، بعد ذلك البكالوريا، بعد ذلك الليسونس، ماجستير، دكتوراه، الغير ذلك إلى الأستاذية. كل هذه المراحل هي في الحقيقة شهادات لهذا الإنسان على أنه أهل لهذا التخصص. ولذلك لا يمكن أن تمد الشهادة الحقيقية، لا يمكن أن تعطى لهذا الإنسان وتمنح لهذا الإنسان إلا إذا كان حقيقا بذلك. هنا الإشكالية التي طرحتموها في العنوان بين قضية هذه الشهادة، بين الوجاهة وبين الإضافة العلمية التي يقدمها صاحبها والغير ذلك، هذه هي الأشياء التي لابد أن يركز عليها الآن. يعني لماذا أنا مثلا أذهب وأنال هذه الشهادات؟ هل من أجل أن أضع مثلا حرف الدال قبل اسمي، أم أني هذه الشهادات أطلبها من أجل فتحي ربما أبواب تكون موصدة أمامي الآن، خاصة في التعليم المعاصر؟ يعني أنت الآن باش مثلا تدخل إلى دراسات عليا مثلا لازم تتجاوز مرحلة معينة في التدرج. لذلك أنت الآن تقول أنا نروح مثلا ندير ماجستير ولا ندير دكتوراه ولا غير ذلك حتى أستطيع مثلا أن أطلب العلم في ذلك المكان، في تلك الجامعة مثلا، هذه غاية نبيلة، والشهادة هنا مطلوبة. لماذا؟ لأنك أنت تستعملها كوسيلة للحصول على العلم الذي هو بدوره أيضا وسيلة إلى العمل. هذا هو الأصل في الشهادات، أني أذهب لأنال شهادة معينة. لماذا؟ لتتاح لي الفرصة أيضا وتفتح أمامي أبواب لطلب العلم في ربما جامعات معينة في مستويات معينة. لماذا أيضا أنا أطلب هذا العلم وأنال هذا العلم؟ أيضا لأعمل غدا. أنت بتروح مثلا تدرس في الجامعة مثلا اليوم، لابد أن يكون عندك شهادة معينة. تدخل للجامعة تريد أن تفيد الطلبة، تريد أن تفيد أولئك الذين يقبلون على الجامعة. بعد طبعا بعد أن تعبت وتعلمت وقريت، الآن جاء الدور في أنك أنت الذي تدرس وأنت الذي تفيد وأنت الذي تنفع. وقبل ذلك وبعد ذلك إخلاصك لله سبحانه عز وجل وتفانيك وإتقانك في عملك يجعل هذا العلم، هذا التعليم، هذا العلم الذي تعلمته وهذا التعليم الذي تعلمه يجعلك في أعلى الدرجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يجعلك أنت الذي تخشى الله سبحانه وتعالى وتكون قدوة لهذوك الطلبة وهؤلاء الناس الذين يسمعون لك ويتبعونك. كما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني هؤلاء العلماء هم أكثر الناس خشية لله سبحانه وتعالى. إذا غابت هذه الأشياء أستاذ وبعدها تصبح مثلا الشهادة ربما مدعاة للتفاخر، مدعاة للتكبر، أن يحصلها الإنسان بأي طريقة كانت، ثم وش يولي أستاذ؟ ثم تنتشر كل الأشياء السلبية، من غش، من ربما حتى في سرقة وسطوا على منتجات الآخرين العلمية، سرقات علمية. كل هذه الأشياء تحدث لماذا؟ لأنه غابت الخشية من الله. أصبح الحصول مثلا على هذه الشهادة فقط من أجل تسوية وضعية اجتماعية ومباهات أمام الناس. لذلك كما قال أحدهم لما سئل على 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 شهادة الزور، تكلم وقال شهادة الزور هي الشهادة التي ينالها ذلك الإنسان الذي تخرج من الجامعة. وطبعا هو لا يقصد أولئك الذين يتعلمون ويسعون في 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 الحصول على العلم، الذين مشوا في هذا الطريق. قال يدخلها الطالب جاهلا متواضعا فيخرج منها جاهلا متكبرا، معنى يخرج منها بعد ذلك لماذا؟ لأنه نال هذه الشهادة. فهنا فرق كبير
بين هذاك الإنسان الذي تعلم، وهذا غالب إخواننا الآن من هذا الصنف، لما يطلب العلم، لما يدخل للجامعة، لما يدخل في مسابقة على دكتوراه والغير ذلك، يريد طبعا أن ينال هذه الشهادة، ليست لأنها تلك الشهادة، بل لتفتح له آفاق وأبواب لطلب العلم أكثر، ثم أيضا ليتبوأ بها ما ينفع به الناس. وإلا أصبحنا لا نفرق مثلا بين مستوى ومستوى، هذا الإنسان باش نال درجة الدكتوراه والغير ذلك، وتعب أستاذ وقرأ وربما سافر وسهر الليالي وامتنع عن أشياء كثيرة، وامتنع كثير عن الأشياء التي كان الناس ربما ميسرة لهم، حتى النوم، حتى النوم قد يحرم هذا الإنسان من النوم، حتى فيه مجاهدة، فيه مجاهدة كبيرة، فيه سهر كبير، ربما حتى على حساب صحته، حتى على حساب أولاده، في كثير من الحالات ربما الدينار اللي عنده يصرفه على ذلك الكتاب، كما قال أحدهم وقد اعترضه واعترض عليه في أمر ما، قالوا يا هذا أنا الأموال التي أنفقتها على عقلي والله لم تنفقها أنت على بطنك، قالوا أنا الدراهم اللي صرفتهم على عقلي أنت ما صرفتهمش حتى على بطنك، هو يعلم أن الآخر التي غير بأمور المادية. فهؤلاء الناس يصلون إلى هذه الدرجة، فيصبح تلك الشهادة هي تكريم في الدنيا، وإن شاء الله تكون تكريما له أيضا عند الله سبحانه عز وجل، فتحت له آفاق، يستطيع أن ينفع الأمة في تلك المناصب التي يتولاها، لأنه إذا ما كانش هذا المنصب ولا ذلك المكان يناله الإنسان بعلمه بهذه الشهادة التي نالها طبعا عن جدارة واستحقاق، من الذي يكون في ذلك المكان؟ راح يكون غيره الذي لا يستطيع أن يقدم شيء، ويسيء ربما، ويسيء إلى 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 نفسه وإلى الناس وإلى أمته والغذر. الآخر هي التي يفترض، أو الأشياء الأخرى في 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 المباهات والتكبر والغذر ذلك، هذه ليست من صفات طالب العلم أصلا، لأن طالب العلم لاحظ للنبي عليه الصلاة والسلام والأسوة والقدوة، لما جاء جبريل لما راح يجلس أمامه يجلس بهذه الهيئة على التواضع، أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الزوج، لاحظ إلى هذا التواضع جبريل عليه، كأنه يعطينا تلك الصفة التي يكون عليها طالب العلم، والصفة التي يكون عليها أيضا المعلم. عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، كان يذهب إلى 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 بيت زيد بن ثابت، وبهذا نختم أستاذنا، أمام الغبار وأمام الحر والغير ذلك، وينتظر هناك حتى إذا طبعا خرج فيأخذ عنه العلم بتواضع، ويعلمه أيضا زيد بتلك الرغبة في مرضات المولى سبحانه وجل، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم. آمين آمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا دائما بما علمنا وما نتعلمه. بارك الله فيك أستاذنا، بارك لكم الشكر موصول مشاهدين الأفاضل، تحياتي وتحيات فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.